السعادة الحقيقية إن أنا بمسك المعلمة مع ورا، يعني إيه يخليني مبسوط أكتر من كده؟ ولا أي حاجة. عايزين نقول لك منورانا. ميرسي. شفيقة، إيه حكايتك؟ أنا الأم اللي احتضنت شفيقة بعد هروبها من بيت أهلها. أنا الست شوق، الراقصة شوق، صاحبة الصيت والبروباجندا أيام زمان تلاتينات. كانت هي الراقصة المفضلة في الباب العالي وقتها، والبشوات والأمراء اللي كانوا موجودين، وفي فرح بتحييه الست شو بتلاقي بنوتة كده طلعة ترقص من المعازيم، بص لها لفتت نظرها، ستايلها حلو، بتسمع المزيكا صح، ودنها كويسة، عندها فن تقدمه، تقول لها تيجي تشتغلي معانا. فأمامتها بقى يا لهوي انت مين وابعدي، وبتدب خناقة، بديها عنواني في الخباسة، بتدب خناقة مع أهلها، بتهرب وبتجيلي. أهلا، تعالي لي بقى، تعالي يا حبيبتي. بس فباخدها وأدربها وأفهمها وأعلمها وأقول لها إن الفن لازم يبقى كل دنيتك، علشان زي ما بتدي الفن هيديكي وهيعليكي وهتكبري. ف يا ست شوق بقول لها لا، كل الناس تقول لي يا ست، إلا أنت تقولي لي يما شوق. سهل إن فنانة في مجال واحد في الرقص تحديدا تاخد واحدة وتحطها وتعليها وهي شايفاها شاطرة؟ ما بيحصلش ده أصلا. يعني إيه شايفاها شاطرة؟ مش فاهمها دي. ما هو فنان، خلينا صراحة، لو فنان شايف حد شاطر مش هيديله فرصة عشان ما يعلاش عليه. بيفرق. البنت شفيقة وقتها يعني جاية لها وهي عندها 18 سنة ولا 16 سنة، والست شوق دي خلاص خلاص فوق ال 50. فاوريدي اوريدي خلاص اوريدي خلاص، لازم تفرخ وتطلع بقى الجديد. وبتشوف من البنات اللي معاها، انت وريني، تقعد واقعد اصلح لها يمين وشمال وبتاع. اول ما بشوف شفيقة بقول لها امشي يا بت، تعالي انت اللي عليك العين. فهي بالنسبه لها الفرخه اللي بتجيب الذهب اللي جايه بقى. ده اللي بيحصل، وهي بتصون العشره وبتصون العيش والملح، وبتصون التربيه اللي انا يعني اللي انا التعليم اللي انا علمته لها. وفعلا فرخه بتبيض الذهب، بس بتجيبهولي تبعتهولي، انا بوديها بقى مكاني بفرقتي تحيي الافراح وتعمل وتسع. حياتك انت قابلتي مين من النوعيات الفن اللي يتبناكي عشان انت شاطره ويوقفك ويسلمك، ولا اللي يدوس عليكي ويخبيكي عشان ما تعليش عليه؟ لا الحمد لله، يعني اللي وقفوا جنبي كتير، من غير ما يبقوا وقفوا جنبي وعملوا لي كلمه طيبه كويس. الناس اللي بتدوس برضو كتير، لان غيرانين، يعني ايه واحده لسه بنت امبارح هتطلع وتاخد مكانهم مثلا؟ صح. انما دي ارزاق بتاعت ربنا.